جنود اثنين اسرائيليين ماتوا جيش بيهدد انه رح يضل يدخل على المخيم. عادي يدخل ويدخل يدخل، صرنا شهداء وصرنا شهداء، بيجي بعديهم ناس. بنضلنا نقاوم نكسر خشمهم. عزم رجال الكتايب حقنا والله ما يضيع. أن السلطة الفلسطينية في ساعات الصباح الباكر قامت بإزالة الحواجز الموضوعة لقوات الاحتلال، وقامت بإطلاق النار على الكتيبة والمواطنين. وإنه لجهاد نصر أو استشهاد. Thank you.